بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. جاريرا باسي إحرام إيمان كيركا إحرام شونه بس سنة كان إحرام إيمان باس كير برام. طبعا إنسان لدواء إحرام بس ليه تستناو شاري مكة بيروز بيوستا بيناسيش شاري مكة بيروزش بكين تابو خاطر إنسان بتاب صاغب تستناو شاري مكة وهر وها باسي مسجد الحرام كين وباسي كعبي بيروس كين تاخوا كعبة شيو مسجد الحرام شيو مكة شيو حرام شيو أو نوع شتانة ده بيهم يرون كينوا بالنسبة ناوي مكة بيروس مكة بيروس هرو ناوي لينيا ناوي شدي كي بكة بمسجد الحرام ناوي دي بحرم ناوي دي أو ناواني همو لينا برا مناو مشهورة كي مكة وأوش بزانا غوري بيغمبري ليه درسي صلى الله عليه وسلم يعني او خاكي دوري لا جستا بيروز كي بيغمبري لا صلى الله عليه وسلم ما كي بيروز لقش شوين شي زمين غورتنا بيغمبر صلى الله عليه وسلم در حق شاري ما كي فرميتي والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت او ترمزي روايتي كديو حديث شي صحيحه افرمه سوندم بخوا اشاری مکه تو چاکرین زمینی خوای خوشویسین زمینی خوای لای خوای گورا اگر امن لتو و درنن درابا بخوم لدا چوم در برام و اراده خوای و امر خوای د وا کوس کا بو مدینه زاگوتمان زیګل او پارس خاکی ک دوری لا زست پیروزکی پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم او پارس خاکی ک ګوری پیغمبر یا صلی الله علیه وسلم و دوره شیل لاشی پیغمبر دا صلی الله علیه وسلم اولا ما كش قولت ربا إزماع زانان إسلام أو إزماع مجموع تحفة نهاية مغنيها موي نقلي كرديا نكر لما سبي مجل لما سبي ديش هي أولا ما سبك عندي باركو لعرش إخواج قولت ربا هر وقت لحاشي إضاح وتحفة ونهاية وانا فرمويتي لما سبي إمام أحمد بن حنبل شر أو هاي أجا أوج بزانا خرابة كردن لحرمي مكرس زاي قولت ربا لخرابة كردني شوين كانتي شكا آيتي در حقاتي تخواري ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذيق من عذاب أليم هر كسا كوابية وي بيدين يشي لنا ومكة يبكا يان خرابة يشي بكا عذاب شي زور بإيشي أديني هر وقت ساكج لمكة خيري قولتنا طبعا خرابة جلوي سزاي قولتنا شو الحديث شي داهاتيا ساكي حرمي مكة بسات هزار ساكيا أو حديثة لا تحفي نقلي كرديا تحفي ابن حجري او جا ديرا بيناسي شي كعبه كاين غوتمان مكه ناوله بو شاركي كعبه بي غوتري بيت بي غوتري بيت الله الحرام بكردي بي غوتري ماري خواي غورا يان بي غوتري قبله مسلمانان او جوريا كحضرت ابراهيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم بفرمان خواي درستي كد لقرآن بيروز اجدا باس كرا كحضرت إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقال حضرت إسماعيل كوري صلى الله عليه وسلم كعبي عن دروس كرديا زا أوجورة ككعبي في أغوتري وهم قبلي مسلمان عنشا دا كوي تناو المسجد الحرام مسجد الحرام طبعا مزقوتا شي قوريا دوري لا أوجورة دايا يعني جورة كأكوي تناو دي مسجد الحرام مسجد الحرام ايش دا كويته ناو شاري مكة بيروس شاري مكش دوري لمسجد الحرام دايا او جا مكش بخو دا كويته ناو حرمي حرم يعني زمين الرزدار وقدغ كراو كلوين دري ممنوعة دار ببردري جاهر بقندري نيسير راو بكري مثلا وانا همو ممنوعة او جا او جا زمينش كاقوت من زميني حرام فيه قوتري بشكل هريمي حجاز استاش حجاز هريمكا لعربستان السعودي أبو ترتيبي دبي أقعد للجغرافيا كيبي أجا أو جورا ككعبي في أقوة قبلي مسلمان أنا بشوار قرني دروس كلاوا قرني يكمي كدكوي تلاي باشوري روشهرات بيدا قتلي ركن الحجر الأسود يعني قرني بردر شكي لو تكرد بردر شكي بهشتي تيدا الحجر الأسود يعني بردر شكي بهشتي تيدا دان رايا لو دلين بردر شكي بهشتي شكا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم رواه الترمذي وحسنه أفرمي بحجر الأسود لبهشت نير رايت أخواري وهايت أخواري أو كاتي بردش سبي سبي بو لشيري سبي تربو برام بهوي تاوان كاني بني آدمي رجبوا كوابو أو بردا برد رشكا لبهشت راهاتي وشي برد دنيا نيا استاش طبعا
كشف كراية بجهازي استاكا أو بردة بهز بردش الدنيا ناسي وغريبة لبردة كان الدنيا في عن ناسي أو جاء كلو قرني تيباري تبد للاي بيتيبكا برو باكور ورا برو باكور يعني برو شمال ورا دقيا درقي بيتي درقي بيتي طبعا لبرندا ودركا كي بو دروس كراية نيوان قرني بردار شكي او قرني بردار شي لي لقال در كي بي اغوتري الملتزم لهمو شو نشي بيتي غورتر ودو عاجله بقبوله انجا كلا در كي تي دبري هر برو با كردي لي لاي راست قفزك داندرايا بي اغوتري مقام ابراهيم مقام ابراهيم شي وقتي خوي بردك بو حزتي ابراهيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم لسري رادا وستا تابوخاتی برند بیو بتوانی دیواره که برندتر دابنی یعنی اتو سر برده که دیواری بیتی دانا استا شوینی پیکانی دیاره هرو تماشای بکا حتا کاتی خویی شوینی پنزکانیشی دیار بو برام او قفزی بو دروز نکرا بو عالم اونده بو برکتی دستیان پیدادینا استا آسواری پنزکانی نمایه برام شوینی پیکانی هر مایه اگر مجالت هبو لناو قفزکی بچاوان تماشا که زی پیانی بینی چکا قفزکا شوشی تیجیرایا لناو شوشی دا دیارا یعنی جامی تیجیرایا پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی الرکن والمقام یاقوتتان من یواقیت الجنة اوش رواه البیهقی بی اسناد صحیح افرمی برد رشکا کل قرنی داندرایا لگر او مقامی حضرت ابراهیم صلی اللہ علیه وسلم کل سر راد وستاو دیواری دادنا هر دو دو یاقوتن لیاقوتی بهشته کوابو او حدیث شرح حدیث که ترمیزیش که تازه خویل مانوا او برده بردی دنیای نیا و حدیث که نصر لسر هندی او جا نیوان حجر الاسود و مقام حضرت ابراهیم صلی الله علیه وسلم او هنده ما بینا پیدا گوتره الحطیم حطیمی پیدا گوتره چکه عالم لبر اوي اوين داري شويني بردي بو كندر كي بيتي بو بركتي او مقام ابراهيم يعني دولا عالم هندر السريق ربوه بسريق دابر ابونوا خوي او بردش لبن ديواري بو وقتي خوي حضرت ابراهيم پیغمبر صلى الله عليه وسلم لبن ديواري بزي هش بو وقتي خوي برام كقربار غاي زور خربوه امام عمر بردكي بركشان دوا تاسد عالم بسريق دابر نبنوا صحابش موافق بون كوابو بويتا ازمع كالزي خوي او بردا لا ببردري اه أوز على مقام حضرت إبراهيم مشتد بري دقي قرني دوام بيته قرني دوام بيد قلت لي الركن العراقي يعني قرني لا العراقي لو قرني بشي بيته بديوار شي نبي جاك رايتوا ديوار كي نبي هتا كن سنجي إنساني دي بيد قلت لي حجري إسماعيلي صلى الله عليه وسلم تا دقات قرن كي سيامي بيته كبيد قلت لي الركن شامي يعني بين ركن عراقي وركن شامي ديوار شي نويه هر عادي بيتي برام باني بونا كرايا باني بونا كرايا هر اول لو قر ديوار شي نوي كرايا وقت خو قريش كان باري نبو بيتي هم يدرس كان او سر باني بو كان او هندي هم بزيشت او جا زور جاري جو قرني دوم سيام ك قرني عراقي وشاميا ك حزب اسماعيل شان ليز يا كرايتوا بياندا قتلي الركنان الشاميان لهند كتابان قتلا ركن الشام يكان هند شيء ليش جاء كان هو بكم كيدارين ركن عراقي بعد وما كيدارين ركن عراقي سي ما كفي يقول في ركن شامي او هناولي الجادي سانكا هر تصبد للاي بيتي ببرو باشور برو جنوب برو اخواري ده سوريا ودقر قرني شارم بيتي ابي ده قلت الركن اليماني يعني الركن لا يماني او بو ترتيبي او بيناسي شي بيتي ومكي ومسجد الحرام او انا بو كبو قوتي عجب زانین انسان چون ده چی تناو مکی پیروز چون سنتا افرمی الافضل و او کسی احرامی بحز بستوا و ها خیر تیر دخولها قبل الوقوفی پیشی او بچی تعرفی پیش دابیت مکی تابو خاطر تواف القدوم بکا لبر هندی خیر زیاتره برام اگر چو عرفی او کاتی تواف القدوم لدست چی او جا شو پیغمبر جوای کردی صلی الله علیه وسلم وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة السنة أو كسي كدوي بيتنا ومكي في روز غسل شبكال بر احترام كعبي لا ري مدينة راكده أقل بر ري مدينة داهات بذي توا لا قري تواي لوين دري غسل شبكا أو جا ويدخلها من ثنية كداء سنة لقر يكي لا يسروا بيتنا ومكي ولا رقي كدش كلاي خواري بروات دري شو پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده هات ناو مكي بري سري داده هات بري خواري داده رو خواري لا سرو پیغوتري كداء لا خواري پیغوتري كدي
أو جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كداء من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى. پیغمبر صلى الله عليه وسلم هات نومك لقري لايسر وكناوي كداء وهل وها لقري خوار وشتو دريك فيقوت ريك ودي. حديثة كبخاري ومسلمة بمج واسنة اقتداب پیغمبر بكين صلى الله عليه وسلم. إن جاء كلا أولي دقات حرمي مكي قوتمان حرم أو عادة ريزداري كدوري لشاري مكي دايا إشتانا قينا وشاري بس حرم النسلاية حد الحرم بديشان كلا كأو زي يديد أو دعايبك بري اللهم إن هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. أو إمام نووي أو دعائي لمجموع لأسكاري هنا ديار السنة دا شي بدا زوابوا أو جا هنجينيش دي 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 تناو مكي حتى كعبي لي ودركوي. ويقول إذا أبصر البيت هركاتك بيت واتك كعبي لي ودركوت كقبليا وشي أو دعائي بابك بريتسب بري اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وعظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. أو إمام الشافعي روايتي كذيا طبراني روايتي كذيا بيهقي روايتي كذيا لكتابي السيرش هل همو هاتيا. أو جاء لي اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. أو يعني هرتس السنة دكي بهزنيا برام تقيدي أو دعاية بابك لي لهندك حديثي بهز لهاتيا. أو جاء ثم يدخل المسجد بابسيدنا ومسجد الحرام من باب بني شيبة على دركي بني شيبي. استا بي اغوتري باب السلام دركي بني شيبي استا ناوي باب السلام باب السلام اذا سنشتا ولو تشتا جولوا. ويبتدئ بطواف القدوم يكسر دز بطواف القدوم يبكى واتا تحية المسجد بانكا تشكى تحية بيتي لبيشتا لتحية المسجد با يكسر دز بطواف يبكى. او امام نووي لمجموعي اخوة فرموا لبرتي تشكى عن حزة عائشة لفرم رزاق خوالي بي اول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. أوش بخاري مسلمة فرمي يكمشت كبيغمبر دستي بيك صلى الله عليه وسلم وشيهاتنا ومكة لحزي بوحزي يكسر دزنير جيشوتو طوافي بيتيك ها أود بحثي تحية المسجد ناكا تحية المسجد نكد برام أقر دا ترسان ويجي تيوازي بي بفوتي بان ويجي وازي بكي بكا او جهنجي طوافي بكا يعني اگر جماعة دابس رابو با جماعة كيبكا هنجي طوافي بكا قيدين يعني اگر سنة چي مؤكدي خريق بو بكا با سنة مؤكدة كيبكا قيدين اكا. او جا اوش بزانا سنة طوافي طوافكا او جا بتي بارگا و بارخانه الى ميوان خانه و مسافر خانه و قناغه خانه خوي داب مزريني برام اگر بالعكس شبكا قونا دوارقه و بارغانا كي بعجل داب مسليني او جا بي توافي بكا سي مشكليني بس بعجل بكا. او جا اوش بزانا تواف القدوم سنتا اگر تواف القدوم اجنكا حجي دلستبي برام خيره قوره كي لدستشي هر وقل مجموعي فرمويتي. او جا تواف القدوم چيا فرمي ويختص تواف القدومي تايبتا او تواف القدوما بحاج بوك سيكي احرامي بحج بستيا بتنهاي يان بحج عمري ويقراي بستيا نك او بتمتع بك بيش دا عمريك او عمري بيش حجيك توافي وتوافي الركن عمريا توافكي الركن عمريا نابت تواف القدوم. او جا دخل مكة او كسيك احرامش بحز بستيا بيتنا او شاري مكة قبل الوقوف بيش او العرفي رابوسي شوك اقر شو عرفي او تواف القدوم الى دستشي لو شوك تواف القدوم سنة وقوف عرفة جوازبة بو واجبي سنة كذا دستروا هل وها قال إحرام شي بتنها عمره بس تبي أو زع عمره وبيش حزي بيخي يان عمره شي سر بقوبي أو تواف ركن عمره إذا كاو كينا قوتي تواف القدوم أو زع أوش بزانا هل كسي بسيتنا أو شاري مكا سنة تواف شي هربكا فرقين يا حاجي بي بو بازرگاني چوبي بو سرداني برادران چوبي بو خويني چوبي بو هرچي هبي أول مجموع هاي فرموا تواف أصل توافك هر سنة اجاو من قصد مكة هكذا ويستي سيتن او شاري مكة و سون او شاري مكة لا لنسوكين ما بستي شي هيت عبادة تقنبو ما بستي او ابو سرداني خزمام كا يان سرداني برادر شيب كا يان سرداني خستخاني و نخوش خاني بكا
يعني بو تجارتي تشوف بو أويش أستحب له أن يحرم سنة إحرام شي بستي بحجين بحجي أو عمرة يان يعني بعمرة يعني ببيع عبادته شي حج يعني عمرة نسيتا أو شاري مكي. وفي قول شو فرمودي شي إمام الشافعي هي فرمي يجب واجب إحرامي ببستي إلا أن يتكرر دخوله ما غير زور بتتنا أو شاري مكي وبيت دري إيشي وابي كحطابين وشي أو كسيك داران با داركان بفروشي وسيادين يعني وين معسيان راوكا يعني نسيران لدر وديني يعني حيوانات ديني تمكي ودروات دري ها أو نوع كسانا بيناوي هم جاري إحرامي بستن بلان بفرمودي بهيس هرناي ببركو سنة برقى معنسيك السنة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام أوج مسلم وأبو داود ونسائي وتلمزي روايات يعني كلها أفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم شوناو شاري مكي ميزرشي رسي لسري بو إحرامي شي نبست إيه ما دام بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببي إحرام تشوبي بو مجلوس تبسين برام لبر تعظيمي بيته سنة إحرام الشيء بحزب السين يام بعمره أو جاء ليرة بحث تواف القدوم يا مان كل إن شاء الله لدرسي تداهتو بحث تواف أكين بحث بشكاني تواف جكين بحث شونيتي توافش أكين ببشتواني خواي قورا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.